السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حصاد الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2020. وصل الدولار الأمريكي ارتفاعه خلال هذا الأسبوع ليقترب من أعلى مستوياته في 3 أعوام، وذلك مع تحسن شهيه المخاطرة والبيانات الاقتصادية الأمريكية ونتائج اجتماع الفدرالي الأمريكي الصادرة بالأمس، والتي أظهرت نبرة إيجابية من الأعضاء حول الوضع الاقتصادي الحالي والإبقاء على معدلات الفائدة لفترة من الوقت حتى يتم تقييم الوضع الاقتصادي الحالي، الأمر الذي دعم ارتفاع احتمالات الإبقاء على معدلات الفائدة خلال الشهر المقبل لتصل نسبة الاحتمالات إلى 90%. أما من الناحية الفنية فيلاحظ ارتفاع قوي لمؤشر الدولار الأمريكي بعد الاختراق لمستوى المقاومة عند المستويات 99.30 ليقترب من المستويات 99.80 على مدار الأسبوع، وتتجه الأنظار حاليا لإعادة اختبار المستوى 100 مرة أخرى، وتظل النظرة الشرائية قائمة على مؤشر الدولار الأمريكي طالما حافظ على تداولاته أعلى المستويات 99.30. وعلى صعيد تداولات اليورو دولار، استمر تراجع الزوج اليورو دولار حتى وصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل عام 2017 وصولا إلى مستويات 1.0777، وذلك بالتزامن مع قوة الدولار الأمريكي واستمرار ضعف البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو والتي تدعم الإبقاء على السياسة التسهيلية من قبل المركزي الأوروبي. إضافة إلى ذلك، تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشرات المدراء المشتريات غدا والتي قد تظهر بعض السلبية وخاصة القطاع التصنيعي. وفي حال جاء مؤشر القطاع التصنيعي دون المتوقع واستقر المؤشر دون المستوى 50 وهو نطاق الانكماش، من المتوقع أن يواصل اليورو دولار تراجعه إلى المستويات 1.07. ومن الناحية الفنية يلاحظ مستوى دعم قوي عند المستويات 1.570، ويمثل المستوى من ناحية أخرى المستوى 1.0875 مستوى مقاومة لأي حركات تعافي قد ينتهي عندها التصحيح الصاعد عند تلك المستويات، ولذلك يفضل استغلال ارتفاعات الزوج للبيع على المدى القصير والمتوسط. أما بالنسبة لتداولات الاسترليني دولار، والذي شهد تقلبات حادة وعنيفة على مدار تداولات الأسبوع بالتزامن مع صدور مؤشرات اقتصادية هامة على رأسها ارتفاع مؤشر التضخم أو مؤشر أسعار المستهلكين بأعلى وتيرة له في 6 أعوام، مما يقلل الضغوط على بنك إنجلترا لخفض الفائدة، إضافة أيضا إلى صدور بيانات مبيعات التجزئة والتي فاقت التوقعات بارتفاعها بنسبة 19% مقابل التوقعات التي أشارت ب 17%. ولكن برغم من تحسن البيانات الاقتصادية، واصل الاسترليني دولار تراجعه إلى المستويات دون المستويات 1.28 على مدار الأسبوع، وذلك مع استمرار مخاوف الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي يجب أن يتم التوصل إليها قبل انتهاء الفترة الانتقالية خلال بنهاية العام الجاري. ومن على الصعيد الفني، يلاحظ أن المستويات 1.28 تمثل مستوى فاصل في تحديد اتجاه الزوج، فالاستقرار أدنى تلك المستويات يدعم المزيد من التراجع إلى المستويات 1.27، وأما المستوى 1.29 يمثل مستوى مقاومة قوي جدا. وعلى المدى الطويل يفضل بناء تمركزات شرائية عند المستويات 1.27 والمستويات 1.26. وعلى صعيد تداولات المعدن الأصفر، سجل الذهب أعلى مستوى له على مدار الأسبوع عند المستويات 1618 دولار للأونصة، وذلك مع استمرار مخاوف الأسواق بشأن التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي بشكل عام. بالرغم من حث الحكومة الصينية الشركات والأعمال على استئناف العمل بوتيرة أسرع من ذلك، إلا أن مخاوف الأسواق بشأن هذا القرار واحتمالية تأثيره بالتسريع وتيرة انتشار فيروس كورونا قد كان له عامل على اتجاه الطلبات إلى الملاذات الآمنة، ولذلك سجل الذهب المزيد من الارتفاعات على مدار الأسبوع. وتظل النظرة الشرائية قائمة على تداولات الذهب كما أكدنا في العديد من الفيديوهات السابقة، مع استقرار التداولات أعلى مستويات 1595 دولار للأونصة على المدى القصير، ويفضل استغلال التراجعات للشراء من تلك المستويات. أما على المدى الطويل تظل النظرة الشرائية قائمة مع استقرار التداولات أعلى مستويات 1500 دولار للأونصة الواحدة، ويفضل استغلال التراجعات للشراء بدلا من البيع. أما بالنسبة لتداولات أسعار النفط، فقد تعافى النفط للأسبوع الثاني على التوالي، استقرت تداولاته قرابة المستويات 54 دولار للبرميل، وذلك مع اتجاه مصافي النفط الخاصة الصينية لزيادة طلبات الشراء على النفط بناء على توقعات أن الأسعار قد بلغت القاع، ومع اتجاه بنك الصين الشعبي لتسهيل وضخ المزيد من التسهيلات لتعزيز ثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة والحد من التأثير السلبي لفيروس كورونا على الأسواق. ومن الناحية الفنية تظل النظرة الشرائية قائمة على المدى الطويل بشرط استقرار التداولات أعلى المستويات 50 دولار للبرميل، وقد تواجه الأسعار مقاومة عند المستويات
$55 برميل على المدى القصير، وسيكون الشراء هو المسيطر على المدى الطويل والبيع سيكون على المدى القصير فقط. الجدير بالذكر أيضا أن الأسواق تترقب اجتماع منظمة الأوبك يوم 5 مارس المقبل، والذي قد يسفر عن قرار إضافي بخفض معدلات الإنتاج بمقدار 600,000 برميل إضافية، الأمر الذي سيساعد على استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة. كانت هذه نظرة سريعة لأهم أحداث هذا الأسبوع، تمنياتنا لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.